اهلا بحضراتكم من جديد. الفقره الثانيه في هذا الملف. الحقيقه ضيفتي اللي مشرفاني في الاستوديو دلوقتي هي الدكتوره مها محمود صالح، وهي خبير بمجمع اللغه العربيه وناقده ادبيه كبيره. اهلا بيكي وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت بألف صحه وسلامه. بنتكلم عن المراه في المجتمع، ملف مهم جدا، المراه والتنميه. هنخصص حضرتك بجزء منه وهي المراه في ادب نجيب محفوظ. نجيب محفوظ من أكثر الشخصيات اللي جمعت نساء بأشكال مختلفة ومهن ربما تكون مختلفة، كل أعماله زاخرة بكم هائل جدا من النساء. إلا أن النقاد بيشوفوا أن المرأة في أدب نجيب محفوظ قاصرة على مشهدين. أما سيدة فتاة الليل أو السيدة المنحرفة إن صح التعبير، والمرأة التي تعبر عن الطبقة الأرستقراطية، وده في كل أعماله تقريبا. أولا لما هنتكلم عن أدب نجيب محفوظ، هذا الأدب العالمي وهذا الأديب اللي رصد حياة المرأة في مرحلة من الثلاثينات وحتى الألفية الجديدة، كيف ترين وضع المرأة في أدب نجيب محفوظ؟ هو في الحقيقة ابتداء يعني تقسيمة أن امرأة فاضلة أو امرأة منحرفة، هذه نساء نجيب محفوظ، يعني أنا أعتقد أنها غير منصفة، غير منصفة لنجيب محفوظ طبعا كأستاذ كبير وأديب، وغير منصفة للنساء اللي هو استعرضهم. صحيح كتبه طبعا فيها يعني ذاخرة بالنساء أشكال مختلفة، ولكنها أيضا ذاخرة برجال بأشكال مختلفة، رجال صحيح. فاضلين ورجال ليسوا فاضلين وأشرار وحكماء ومن كل الأنواع. هو كأديب أنا لا أحاسبه عن أنه عرض امرأة فاضلة وامرأة أخرى منحرفة، لكن هو صاحب يعني كما يقول أستاذنا الكبير دكتور محمود الربيعي، هو حكاء، هو بيحكي حكايات وبيروي روايات وبيقدم لنا شخصيات. يهمني أنا كناقدة وكقارئة مفروض يعني أنه هل الشخصية بتاخد حقها في الفهم والشرح والتقديم ولا لا. فإذا قسمنا التقسيمة التعسفية بتاعت نساء فاضلات ونساء منحرفات، هنجد أن احنا بنغفل تفاصيل كثيرة في العمل الأدبي وفي الشخصية وفي أهميتها في العمل. فمثلا المنحرفة في القاهرة 30 أو القاهرة الجديدة مختلفة تماما عن نور في لص الكلاب، مختلفة عن نفيسة في بداية ونهاية. كل واحدة منهم لها يعني سياق اجتماعي معين وأسباب يعني دفعتها. الرمزية كمان يا دكتورة، يعني فكرة ان تبقى إحسان شحاتة مثلا في القاهرة الجديدة او القاهرة 30، لما تبقى إحسان شحاتة من المفترض ان هي امرأة، ومن المفترض ان هي في ظل الظرف السيء الاجتماعي والاقتصادي السيء، ربما هو كان يقصد بها مغزى اخر غير المرأة طبعاً الانثى. يعني قد يحق لنا طبعا كقراء ان احنا نرى يعني انه هي ترمز الى شيء اكبر، لكن اذا اخذنا النص بتفاصيله الصغيرة البسيطة الإنسانية وشخصية إحسان كإنسانة عادية، هنجد إن هي منحرفة، لكن هي امرأة منحرفة واحدة، كم رجل حولها دفعها إلى انحراف أو سهل لها الانحراف أو تغاضى عن انحرافها، سواء البيه اللي في الأول. طبعا أنا دايما بتكلم الوزارة، الناس بتشوف الفيلم يمكن أكتر من رواية، فلو قلنا وكيل الوزارة اللي مثله الأستاذ المرحوم أحمد مظهر، الشخص اللي هي بتحبه اللي ما قدرش يساعدها، علي طه زوجها اللي تزوجها وتركها انها فريسه. يعني هي في الحقيقه يعني يمكن لعل المثال اللي حضرتك قلتيه هي مثال، هي امراه منحرفه لكن هي كان كل ذنبها ان هي عايزه تعيش عيشه انسانيه، لكن وده حق اهل ادمي، لكن الدوله لم طبيعي. يعني فكره ان يكون الناس عايشين في قهر، في قهر وفقر ومرض واسره مش لاقيه تاكل، وهي يعني طبعا مش معنى كده ان كل انسانه فقيره ممكن تنحرف، لكن لما تكون هي فقيره واسرتها بتدفعها الى الانحراف وزوجها لا يحميها من الانحراف، يبقى من الظلم ان انا اعملها فقط على انها امراه منحرفه. طبعا النص الادبي عاده يكون حمال اوجه، يعني ممكن نجد رموز اخرى، لكن عايز اقول ان احنا اذا وقفنا فقط عند المعنى الاول هنجد انه معنى واضح، انسانه بتعاني من هذه الظروف، انحرافها لن يكون هنا يعني شيئا مستغربا جدا، ويكون مسؤوليه المجتمع برضو الى حد كبير، بالاضافه لمسؤوليه اسرتها وشخصيتها هي اللي قبلت هذا الانحراف. يعني احب اقول ان نجيب محفوظ الله يرحمه كان يعني بيقدم شخصياته بشيء من التعاطف، يعني يمكن لا يدافع عنهم، لكن هو دايما بيسمح للقارئ ان هو يسمع من الشخصيه بحيث ان تفهمي لماذا يعني حدث هذا المتطور. الحوار كانت تؤهل المشاهد او القارئ انه يتعاطف مع الشخصيه، يفهم يعني صحيح. ممكن يتعاطف او يحكم عليها، لكن عايز اقول انه ما فيش الحكم المسبق، يعني هي منحرفه هي وحشه، يعني الناس لا تنقسم عنه
عنده إلى أشرار وطيبين طيبين. فقط. لكن هو حتى في كلامه العادي في أحد حواراته قال يعني إن المرأة المنحرفة الطبيعية الشخصية الطبيعية العقلية بتبحث عن حياة سوية، لكن المجتمع لا يساعدها. فهو مؤمن بدور الظروف الاجتماعية في صناعة الإنسان، رجل أو امرأة. وهو بالفعل يعني أنا لا أستطيع أن أحاسب المنحرفة اللي اضطرتها الظروف إن هي عشان تأكل ولادها، ده مش مبرر حقيقي، بس أنا أحاسب المجتمع والقائمين على المجتمع إن هم وفروا وسهلوا هذه الفرصة، لأن هي ما عندهاش. فكرة الصراع اللي طول الوقت المرأة المصرية أو المرأة العربية وقع فيه، فكرة الحفاظ على التقاليد أو إن أنا أعيش في التقاليد الأعراف وأتمسك بالمنظومة الثقافية العربية، وما بين التحرر والخروج والانفتاح على العالم الآخر. فكرة الصراع للمرأة طول الوقت بتعيشه إزاي عالجه نجيب محفوظ في أكثر من عمل وفي أكثر من هو مكان؟ طبعا في أعمال كثيرة زي ما حضرتك بتقولي بتعالج هذا الموقف، يعني ممكن ناخد منهم على سبيل المثال مثلا ميرامار شخصية زهرة، صحيح. ممكن ناخد منهم الأم عموما والمرأة في الثلاثية في مثلا في ميرامار، يعني شخصية زهرة. الست الفلاحة اللي استطاعت ان تقهر كل الرجال لان هي عندها اتجاه او هدف واحد استطاعت هي يعني تحافظ عليه. هي جاءت من بلدها لان جدها او يعني اهلها في البلد عايزين يجوزوها لشخص غير مناسب ليها من وجهة نظرها، فبتقول هو انا مش انسان برضو ليا حق اني اختار، صحيح. فهي بتدخل داخله من الاول هي عارفة ان لها هدف، وفي البدايه بتغير لبسها، لكن هي يعني عندها الجوهر فهم ثابت. ايوه عندها فهم ان في اشياء قابله للتنازل او للتغيير، وفي اشياء بتعبر عن كينونتها لا تتنازل عنها. ادركت اهميه التعليم، ان هو التعليم شيء مهم هينقلها لمكان تاني، فكانت بتحاول تتعلم. لما اكتشفت الخديعه رفضتها باصرار ودخلت مع يعني الشاب اللي كانت بتحبه، واكتشفت ان هو بيخدعها يعني ضربته، دخلت معاه في خناقه. فهي زي ما بتقول على لسانها برضو انا وقت الجد ببقى بميت راجل. فهي طبعا ممكن الناس برضو تقول شخصيه رمز لمصر في لمصر فتره وفي فتره يعني القارئ من حقه ان هو يوصل بين الحربين العالميتين حتى لما لم يقصده المؤلف اذا استخرج هذا من النص. لكن انا برى ان زهره كشخصيه انسانه عاديه من لحم ودم ولها تطلعاتها ولها حياتها ولها انسانيتها، شخصيه منطقيه ومفهومه من خلال النص، ويعني ما بتتكلمش كلام غريب عن الطبقة اللي هي منها أو الخلفية اللي هي منها. شخصية مقبولة في سياقها، وبتقدم نموذج يعني إيجابي جدا لكيفية محاولة أنها تخرج من إصار التقاليد وكده، ولكن لا تتنازل عنها كلية تانية. الصراع ده لازال قائم يا دكتورة، يعني الصراع ما بين التقاليد والأعراف والمدنية والعولمة الحديثة لسه المرأة إلى الآن، وإحنا في 2015 مازال هذه الفكرة طبعاً قائمة. بتتغير الأشكال والتفاصيل، لكن بتفضل المشاكل أو يعني مش عايز أقول مشاكل، لكن الأسئلة والتحديات بتفضل بأشكال مختلفة. وحضرتك لو برضو شفنا الثلاثية هنجد ان هو بدأ الثلاثية هنا بقى فيها اختلاف، رغم ان الثلاثية كان عدد فيها كبير جدا من السيدات، لان هو ابتدى يعني غطى مساحة زمنية كبيرة، فابتدينا بأمينة وهي رغم انها سيدة يعني غير متعلمة لكن لها ثقافة شخصية ولها قناعات، لان هي بنت وهي طبقة عمود متوسطة مش يعني طبقة فقيرة، يعني هي عمود هي يعني صحيح قد يبدو انها يعني ما بتقولش لا تقول افكار عظيمة ولا كلمات كبيرة، لكنها هي يعني هي بتمسك بيت أحمد عبد الجواد بتربط كل الناس ببعض. لكن لو مشينا مع تطور الثلاثية قصر الشوق بين القصرين السكرية، هنجد في السكرية مثلا بعد التطورات يعني حتى مش نوصل للسكرية، لو وقفنا عند بناتها خديجة وعيشة هنلاقي ان هم في حياتهم في بيتهم كانوا مختلفين. لو قارنا بين مشهد مهم بين قوي كمال وما بين الاخ الاكبر اللي هو كان واخد طابع شويه من كل احمد عبد الجواد بتتطور، بس يمكن احنا بنركز على المراه. يعني لو قارنت حضرتك في مشهد في مدخل في بدايه بين القصرين او في الجزء الاول، مشهد الاسره بتجتمع للفطار، الاب ياكل الاول وبعدين الاولاد والبنات واقفين مع الام، وبعدين لما الذكور يقوموا النساء تقعد وتاخد المجلس. في جلسه تانية بتحصل في السكريه بيقعدوا كلهم مع بعض، الاب مش موجود، هو صحيح بعيد لكن
خفت حده تطور المرحله بقى يعني تطور المرحله بالظبط الزمنيه مش بس لكن مثلا البنات قاعدين عيشه بتدخن سيجاره، خديجه بتتكلم وتقول ارائها في موضوعات وتتريق على اخوها يعني، ففي تطور. يمكن اخد مثال مثلا سامسونج، زنوبه مثلا، زنوبه في الـ 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 في 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 السكريه في زنوبه مثال، زنوبه مثال للمراه الفقيره اللي ليها توجه مختلف كمان، اللي هي كانت بتعامل على انها منحرفه في سياق معين، لكنها يعني طبيعتها الخيره او رغبتها في ان هي تكون جزء من الاسره او كده خلتها اصبحت زوجه وام. وانا بحب اكد برضو ان نجيب محفوظ كان بيجعل الامومه يعني في اكتر من عمل، تبدا الشخصيه في وضع معين او في سياق معين، لكن الامومه تخليها تنتقل لشخصيه اخرى. يعني زنوبه مثلا مثال، هي بقت زوجه وام وحريصه على حياتها وحريصه على علاقتها بالاسره باسره زوجها يعني. مثال تاني ريري في السمان والخريف، بتبدا برضو انها شخصيه منحرفه وبعد كده بتتحول الى يعني هو نفسه بنص الكلام طبعا في الروايه ان هي الامومه بتعطيها بتجعل لها كينونه في المجتمع وهدف وكده. فهذا التحول يعني بيقول انه الانحراف ليس طبعا لا او يعني الشر مش ليس طبعا في الرجل ولا في المراه يعني. مريم الشخصيه يعني المسيحيه اللي في قصر الشوق واتغيرت ايضا في السكريه يعني هو طبعا كل الناس بتتطور والاحداث لازم والشخصيه اللي قد تبدو في لحظه انها شخصيه رومانسيه رقيقه كذا ممكن تغيرها الاحداث وتصبح شخصيه يعني مختلفه. هي كانت بتحب في الاول فهمي، ولكن فهمي صحيح. توفي، وبعد كده اصبحت صديقه لاخوه الاكبر، وبعدين الاخ تزوج. فهو يعني يعني الناس كلها بتتغير، ليس فقط ده منطق الحياه بقى وفلسفه ده منطق الحياه. لكن احنا ممكن نقول ان احنا هنوصل لاخر جزء او يعني اخر مرحله في السكريه، هنلاقي زوجات الاحفاد او زوجه الاحفاد سوسن صحفيه يساريه شخصيه تعبر عن مصر الجديده، تكتب في موضوعات ثقافيه وتصاب الحمى بالغيظ ان هي يوم الصباحيه الصبح رايحه الشغل حد يروح في عروسه تروح. فيعني هو برضو بيوضح التطور او التغيير وصل لحد فين. حميده حميده في ذوق المدى برضو شخصيه يعني كل احلامها كانت انها تعيش حياه جميله او حياه مرفهه، المجتمع لم يعطيها تعليم كافي، لم يعطيها، فهي يعني برضو هنقول ان هي انحرفت، لكن كان في رجل بيشجعها على الانحراف وظروف بتدفعها الى يعني هذا قد لا يكون مبرر للانحراف، لكنه احنا بنفهم الناس يعني. طبعا هي في سياق معين بعد الحرب وفي ازمه اقتصاديه وفي مشاكل، والشخص اللي بيحبها يعني غير قادر انه يحقق احلامها. انعكس ده في ثرثره مثلا فوق النيل، يعني النساء في ثرثره فوق النيل اخذت شكل مختلف، ربما ظهر نموذج اخر، هي نموذج المراه المتحرره او التي تعمل او صاحبه وجهه النظر، وايضا ظل النساء المنحرفات او تمام هو يعني طبعا ثرثره فوق النيل يعني للقارئ في الوهله الاولى هيجد ان الانحراف يعني اعم من السلوك السوي يعني ليس فقط للنساء ولكن للرجال ايضا. والروايه اصلا بتعبر عن واقع فاسد وبتنتقد فساد اجتماعي وسياسي وكده. فيعني اذا احنا بحثنا عن شخصيه يعني مثاليه قوي او جميله قوي يعني قد تكون خارج السياق، لكن برضو ده لا يعني انه ليس هناك في يعني نقاط في آليات إيجابية أو ممكن تكون بداية يعني صحفية ولو إن لها أخطاء وإنها دخلت، لكن هي برضو يعني بتفكر يعني بتحاول تعمل عمل مسرحي وبتحاول تقدم شغل وكده. نور مثلا في اللص والكلاب، دي كان نموذج للشخصية المختلفة صاحبة المرأة العطوفة الحبيبة اللي ظلت ثابتة على موقفها. طبعا برضو نور فيها جزء زي ما حضرتك قلتي الرمزي، يعني هو الرواية كلها اللص والكلاب فيها شخصية أساسية اللي هي المسجون اللي بيخرج ويجد ان زوجته انكرته والمجتمع انكره من خيانة الزوجة والمجتمع. الصحفي اللي هو وجهه هذا التوجه شخص جميل وشيك والناس بتعامله على انه شخصيه يعني خارجه ان هو انسان خير وسوي، لكن هو في الحقيقه في داخله شر، هو دفعه الى انه يرتكب اعمال انتهت به الى السجن ثم تنكر له. انا الحقيقه ارى النور على انها الوجه الاخر، يعني انه المجتمع ممكن يحمل وجه لامع جميل
يبدو ان هو بيقدم، لكن الوجه الثاني هو الوجه اللي المجتمع بيعتبره خارج السياق الاخلاقي، لكن هي في الحقيقه في داخلها شيء جميل. يعني هذا لا ينكر ان نور انسانه ولها ظروف قد نقبلها او نرفضها تدفعها الى انحراف، لكن انا برضو اعتقد انه وجودها في الروايه دي بالذات بهذا الشكل كان مهم عشان تكون الوجه الاخر للوجه اللامع الفاسد. يعني الله. هناك وجه لامع فاسد، ولكن هناك وجه شكله فاسد لكن هو في داخله خير، لكن وده كمان كان متحقق، ده كمان كان متحقق يا دكتوره في السمان والخريف. يعني ريري اللي المفترض ان هي المراه اللعوب، ومع ذلك هي 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 محبه حقيقيه وطيبه، يعني من جوه خيره وطيبه. هي فكره ان المجتمع كمان عايز ايه، المجتمع طول الوقت عايز يشوف المراه باكثر من شكل وباكثر من توجه وباكثر من اتجاه. واعتقد ان دي كانت فلسفه نجيب محفوظ في انه ازاي يعرض المراه النموذج اللي احنا حتى كنا رافضين نشوف. يعني هي ده كان الوضع الحقيقي، سواء استخدمها كرمز ولا استخدمه كرصد للواقع، الا ان كان واقع مصر كلها كانت كده. يعني في طبعا فتره زمنيه، يعني لا يخلو زمن من شر ولا يخلو وقت من منحرفين. ولكن زي ما بقول لحضرتك انا بعتقد ان هو يعني في ناس مثلا تقراي لها فتحسي ان هو رايه ان المراه هي اصل الشرور، يعني ان الشر يبدا من المراه. لكن انا لا اعتقد ان نجيب محفوظ كان من هؤلاء الناس. يعني انا اعتقد ان هو بيرى ان المراه انسان زي الرجل، بتتعرض لظروف احيانا لا تساعدها على انها تكون سويه، ولكن في داخلها خير اذا احسن يعني استغلالها واستغلالها. صحيح. وزي ما قلت لحضرتك هو الامومه هنا هي جعلتها يعني تريد ان تكون على مستوى هذا المنص، يعني الواقع الجميل، فتغيرت. السيدات الآن يعني شايفة حضرتك لو نجيب محفوظ كتب رواية حديثة عن المرأة واستطاع أن يوظف فيها عناصر النساء ويكون في زخم في السيدات، تعتقد أن الفكرة اللي هتكون مسيطرة على أدب أو رواية نجيب محفوظ هتبقى المرأة شكلها إزاي؟ طبعا يعني استاذ كبير زي استاذنا الراحل الله يرحمه، يعني من صعب التنبؤ يعني باعماله او ما كان يقوله، لكن انا اعتقد ان هو في اعماله الاخيره يعني مثلا اصداء السيره الذاتيه، ولو انها لم يكن فيها شخصيات محدده، لكن كان فيها كده وجود للمراه دائما. يعني حتى في حديث الصباح والمساء اخر اعمال نجيب محفوظ كان فيها زخم، طبعا الله يرحمه محسن زايد اللي كان كاتب السيناريو، لكن القصه كانت لنجيب محفوظ حتى المراه كان في نماذج من نساء كلهم مؤثرات رغم تفاوت مستواهم الاجتماعي والثقافي. صحيح. والتعليمي وكده، لكن يعني هو استاذنا كان من النوع اللي يعتقد انه الانسان يجب ان يكون بعيد عن الحدث حتى يستطيع ان يعبر عن فانا اعتقد ان هو لو عبر عن المراه دلوقتي اكيد كان هيشوف بقى امراه بتستخدم الفيسبوك وعندها مشكله في التوفيق بين اوضاع يعني البيت واوضاع ومتطلبات الاسره. يعني هو بيؤخذ عليه احيانا ان هو قال انه بيعتقد ان مستقبل للكتاب الديجيتال او الكتاب الالكتروني وليس الكتاب الورقي. فيعني اذا امتد به العمر اعتقد انه كان برضو هيجد المراه في سياق الكتروني يعني مناسب للعصر. هو من الشخصيات يعني اللي كتبوا واهتموا بقضايا المرأة، وهو كان الحقيقة عطوف مع المرأة لأنه كان بيحب السيدة وبيحب أمه بشكل كبير، ولأن أمه اللي ربته فهو كان متعلق بيها هو بشكل كبير. مش بس يعني طب مش بس الأمومة العادية، لكن هو هي كانت حكاية وكانت مثقفة طبعا. وكانت بتلف بيه على المناطق الثقافية والأثرية وكده. حضرتك نورتيني، وأدب نجيب محفوظ والمرأة في أدب نجيب محفوظ موضوعات كثيرة لا تنتهي. بشكرك شكرا جزيلا، إنه كل سنة حضرتك طيبة بمناسبة والمرأة المصرية دايما بألف صحة وسلام إن شاء الله. هنخرج لفاصل، بعد الفاصل الزميل عمر حرب، ومكملين المرأة والتنمية هذا الملف المهم جدا، تابعوني بعد الفاصل.